السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على طريقتي في تخريج الثوم. يعني أنا بقالي كام سنة بخزن الثوم ووصلت إن دي أفضل طريقة لتخزين الثوم. أنا كنت بفرم الثوم وأحطه في برطمانات وأحط عليه ملح وشوية زيت عشان ما يبصش ولا حاجة في الوش، وأحطه في الفريزر عشان أستخدمه وقت ما أحب يعني أطلعه وأخد بالمعلقة وكده. بس بعد فترة حسيت ان الثوم طعمه بيغير وما كانش بيعجبني في الاكل، بحس فعلا ان طعمه متغير، وخاصة لو عندك حاجة في التلاجة دايما الاكل والحاجة بيلقط من ريحة الثوم، فما كنتش بحب الموضوع ده ابدا. لحد ما في يوم فكرت ان انا اقشر الثوم وعينه زي ما انتم شايفين كده بحاله، احطه في اكياس تلاجة. انا كده حطيت في التلاجة اهو، قشرت الثوم وحطيته في التلاجة وهربطه واحطه في الفريزر. وقت ما احب استخدمه هطلع شويه ثوم بشويه صغيرين، احطهم يفكوا، ما فيش 5 دقايق بيفكوا، وبتدقيهم او بتقطعيهم زي ما انت عايزه بقى يبقوا جاهزين للاستخدام على طول، ما بيحتاجوش وقت على ما يفكوا. لقيته انه كده بيبقى محتفظ بريحته، مش بيغير، وريحته هو مش بتغير، وريحه التلاجة الحاجه اللي بتحط في التلاجة او في الفريزر مش بتتغير هي كمان. وبحس ان هو محتفظ بنكهته ومحتفظ بايه بكل حاجه فيه. يعني عن المفروم كنت بحس انه فعلا والله طعمه مغير جدا. فياريت تجربوا الطريقه دي لو في شويه صغيرين حتى، وممكن يعني هتلاقوا انك تفرزيه بالشكل ده بحاله كده في صوص احسن بكتير. لانه يعني كمان كنت ايام بكسل اقشره كده، فكنت بسيبه ينشف وكده، بس على اخر السنه في اول السنه في البدايه وهو لسه طري بيبوظ كتير، وفي الاخر بيفرغ مني، فده بيحافظ على الثوم طول السنة، من السنة للسنة. شوفي انت استخدامك قد ايه. انا ما جبتش السنة دي غير ب30 جنيه الكيلو، كنت جايبة الكيلو ونص ب10 جنيه، يعني انا تقريبا جبت 4 كيلو تقريبا. 4 كيلو بيكفوني من السنة للسنة، ولا ريحتهم بتغير ولا طعمهم بيغير، وبيبقوا سالين وبسرعة كده تحت ايدي في الاستخدام. يا رب الفكرة بتاعتي تكون عجبتكم وجربوها، والله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.